هذا يقول أنه جرى عقد بينه وبين شخص في بلد آخر، عقد تجاري، وشرط عليه الطرف الثاني أنه يعتمر عنه. هذا ما يدخل في البيع، هذا ما يدخل في شروط البيع ولا له علاقة بالبيع. إن أراد أنه يعتمر عنه أيضا هو قوي، إذا كان الشخص قوي يستطيع العمرة لا ينوب عنه أحد، هو يجي ويعتمر، إنما يناب عن الشخص العاجز الذي لا يستطيع ولا ينتظر أنه يستطيع في المستقبل، هذا يعتمر عنه. أما الإنسان القوي فإنه يأتي ويعتمر ولا ينوب أحد عنه. وأيضا هذا ما يدخل في شروط البيع، إن بغى يعتمر عنه تبرعا منه إذا كان عاجز ما يستطيع العمرة لا حاضرا ولا مستقبلا، يبي يعتمر عنه من باب التبرع له والإحسان لا بأس. أما أن هذا من شروط البيع ويلزم، لا.